لكن في النهايه النهارده الكابتن سعد فاروق مع منتخب السويس رصيده تقريبا نفس رصيد سبورتنج، 8 نقاط في نهايه المطاف في نهايه دوره الترقيه، سبورتنج والسويس 8 نقاط، الترسانه 4 نقاط. ادي اهو الترتيب امام حضراتكم، حرس الحدود 13، سبورتنج 8 نقاط، السويس 8 نقاط، والترسانه رغم ما يملكه من لاعبين وامكانات ماديه كبيره جدا لكن يقبع في المركز الاخير ب4 نقاط. الصاعدين بقى نشوف صاعدين من لدوري نايل، خلاص 3 بتروجيت، وطبعا غاز المحله، وطبعا النهارده حرس الحدود. ادي الصاعدين من القسم الثاني، هات لي بس الصاعدين من القسم الثاني عشان حتى نقول اللي تم هزيمته زي ديروت هزم الترسانه وما راحش دوري الترقيه، لكن بنبارك لمجلس اداره نادي ديروت استاذ محمد صلاح سيف، كرابطه الاسماعيليه صعدت لدوري المحترفين، والمنصوره اسم كبير جدا نبارك له على صعوده لدوري المحترفين من القسم الثاني به. اتفضل. هنكمل مع حضراتكم كل الموسم ونهايه الموسم، الصاعدين والهابطين. ادي الصاعدين لدوري نايل خلاص، بتروجيت، غاز المحله، حرس الحدود، اول 3 في دوري القسم الثاني الف. الصاعدين من القسم الثالث لانديه دوري القسم الثاني الف للموسم القادم ان شاء الله، لافينا، وادي دجله، طنطا، سكه حديد، رايه، بروكسي اللي بنحييه لانه موجود وسط العشره الكبار كانوا هذا الموسم، القناه ابو قير الاسمده، بترول اسيوط، المسيره الصالات مع الكابتن هاني العقبي بنبارك له على البقاء، اسوان بنبارك له على البقاء في دوري المحترفين، ديروت، الترسانه، السويس، كهرباء الاسماعيليه، المنصوره، واخيرا سبورتنج. دول دوري المحترفين او دوري القسم الثاني الف الموسم القادم، هيصعد 3 مباشره وهيهبط 3 مباشره. يمكن الموسم اللي احنا فيه ده موسم استثنائي فقط. صاعدين من القسم الثالث للقسم الثاني، المدينه المنوره، مركز شباب سوهاج، البداري، توت عنخ امون، دايموند، البلاستيك، دمياط، الشرقيه، البلاستيك زي ما قال الكابتن هشام مع الكابتن احمد عبد الغني بنبارك له، احد برضه نجوم حرس الحدود، دمياط والشرقيه، دول الصاعدين من القسم الثالث للقسم الثاني بعد مجهود كبير جدا بلا شك. باقي الصاعدين من القسم الثالث للقسم الثاني باق ميجا سبورت وبيلا واصحاب الجياد و6 اكتوبر سيناء من الانديه اللي يعني بتبذل مجهود كبير جدا، والظهور بمطروح اخر الانديه. الف مبروك لكل الانديه الصاعده، هارد لك للي نافس وما ادركش النجاح في النهايه. خلاصه القول، موسم رائع جدا جدا، قمه الحماس والمتعه شفناه وتابعناه عبر الجولات الـ6 في دوره الترقيه. الف مبروك لحرس الحدود، تستحق كل التقدير والاحترام والصعود. الف مبروك لسبورتنج هذا الاداء الرائع، هارد لك لمنتخب السويس، هارد لك لنادي الترسانه. موسم رائع جدا في استاد مصر في دوري المحترفين او دوري القسم الثاني الف. كابتن هشام شرفتني ونورتني، ومبروك كمان مره لحرس الحدود. الله يبارك فيك، بس قبل ما انسى طبعا اكيد احمد ايوب لازم ننساه، ايوب طبعا احد كباتن الفرقه كمان طبعا، ده انا ايوب ووليد سليمان ده مدرب حسني، مدرب كبير يعني كمان، ده انا فوجئت كان ماسك الفرقة بشكل كبير، وسلام اه، لكن احمد ايوب عشان هو طبعًا البدايه من اول ما صعدنا 2002 اول ما صعدوا يعني الحرس اه، فبصراحه ومدرب كمان رائع كبير جدا جدا، فعشان ما ننساهوش يعني طبعا. وانا معاك كل النجوم بقى، ما فيش ايتوس راح لعب، وكمان ونجاح عبد السلام نجاح كمان، والدوماني على فكره نزلنا يعني انا مش عايز انسى حد عشان هو كتير صح، لكن انا بشكرك وطبعا اتشرفت بوجودي النهارده واتشرفت معاك دايما في الاستوديو مع اخويا طبعا كابتن طارق السيد ومع كل النجوم هنا في الاستوديو التحليلي، كان ليا الشرف ان اكون موجود. وبشكر طبعا اكيد يعني قنوات اون طبعا تايم سبورت على التغطيه، لان مهم جدا جدا تغطي احداث زي ديت يعني. كابتن طارق شرفتني ونورتني واستمتعت دايما بيك وبستمتع دايما بيك. حبيبي كابتن خالد، بعد موسم طويل بنشكر فعلا الكلمه اللي قالها كابتن هشام، قنوات اون على الملحمه الرائعه اللي احنا بنتفرج عليها في قنوات اون، ودي من اميز الحاجات اللي حصلت السنه دي ان قنوات اون تتحمل مسؤوليه اذاعه الماتشات دي، وشفنا لعيبه كتير وهنشوف لسه لعيبه كتير تاني، فبنشكر قنوات اون وبنشكر ان احنا قدرنا ان احنا الحمد لله رب العالمين نخرج منتج كويس كقناه يعني، وشفنا الفرحه وشفنا الزعل وشفنا الحزن وشفنا حاجات كتير جدا. كنت سعيد جدا انا معاك النهارده كابتن خالد، وسعيد مع طبعا اخويا الكبير الكابتن هشام حنفي، وبشكر كل المحللين اللي كانوا معانا في الفتره
اللي فاتت طبعًا. في دوري المحترفين ودوره الترقي، واعتقد موسم جميل اتبسطنا بكلنا الحمد لله. خلاص النهارده عز الاستطار في دوري القسم الثاني الف، صعود بتروجيت بجداره، غزل المحله بجداره، واخيرا حرس الحدود بجداره لدوري نايل الموسم القادم. هارد لاك سبورتنج، هارد لاك سويس، هارد لاك الترساله، ان شاء الله نستمتع بكم في دوري القسم الثاني الف الموسم القادم. يا رب نكون قدمنا لحضراتكم وجبه كرويه دسمه عبر استاد مصر طوال هذا الموسم الاستثنائي دوري القسم الثاني الف. سعدت بحضراتكم حتى القاكم في استوديوهات تحليليه ولقاءات كرويه قادمه. لكم مني اطيب الامنيات، أرق التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.